بيبدأ فيلمنا مع فينج وهو بيجري الصبح كالعادة، وبيشوف فايوليت وهي واقفة على الجسر وبيبص حواليه ما بيلاقيش حد، ولما بيسألها هي بتعمل ايه بتتخض وبتطلب منه يمشي، ولكنه بيطلع يقف جنبها وبيقنعها انها تنزل. وبنروح تاني يوم لفايوليت وهي في المدرسة وبتتكلم مع واحدة صاحبتها، وبتلاقي ان فينش معاهم في المدرسة برضو ولكنهم ما بيتكلموش مع بعض. وبيروح فينش للأخصائي الاجتماعي اللي بيقوله ان هو لازم يحضر الاجتماعات وانها مهمة ليه ولحالته، وان هو يلتزم بمدرسته ويبطل غياب. وبنروح لوقت الغداء وبتكون فايوليت قاعدة مع صاحبتها، وبيجي واحد صاحبهم بيحب فايوليت وبيعزمها على حفلة، وبيكون فينش قاعد مع اصحابه وبيبص على فايوليت، وبتاخد صاحبته بالها وبيتكلموا عليها. وبنعرف ان اخت فايوليت ماتت في حادثة من فترة، وبيرجع فينش البيت لاخته كيت اللي بيتكلم معاها وبيبان ان هما قريبين لبعض. وبنروح لفايوليت واللي بتكون قاعدة مع اهلها، وبيقول لها ابوها ان هو عارف ان النهاردة كان صعب بالنسبة لها لانه ذكرى عيد ميلاد اختها، ولكنها بتسيبهم وبتطلع اوضتها. وبنروح لفينش واللي بيكون كاتب ملاحظات ومعلقها في كل حته في الاوضه، وبيروح يبحث عن صفحه فايوليت وبيشوف صورها مع اختها، وبيعرف ان اختها ماتت في حادثه عربيه. وبنروح تاني يوم وبيكون فينش في الفصل، وبتدخل فايوليت الفصل ولكن كتابها بيقع منها، وبيضحك الفصل كله عليها. وبيقوم فينش يوقع الديسك بتاعه علشان الكل يبطل ضحك، وكل الطلبه بتبص عليه، وبتروح فايوليت تقعد وبتبص لفينش وبتضحك له. وبيكون فيه مشروع لازم يتعمل، وبيسأل فينش إذا كانوا هما اللي بيختاروا شريكهم في المشروع. وبيروح فينش يتكلم مع فايوليت ولكنها مش بتديه فرصة، وبتتكلم فايوليت مع أمها اللي بتقولها إنها لازم تنسى وترجع لحياتها الطبيعية تاني وتخرج تاني، وبتقرر تروح الحفلة اللي صاحبها عرضها عليها، ولكنها بتمشي بسرعة لأنها ما بتحبش الحفلات. وبتلاقي نوتيفيكيشن على موبايلها إن فينش عمل لها فيديو، ولما بتدخل تشوفه بتلاقيه بيقول لها تتصل بيه على رقمه وبيغني لها أغنية. وبتتصل بيه تطلب منه يمسح الفيديو، ولكنه بيقول لها ان هو هيمسحه ويجي يتمشى معاها، وفعلا بيروح لها وبيتمشوا، وبيطلب منها تكون شريكته في المشروع ولكنها بتقوله انها مش هتعمله اصلا، وبيودعوا بعض وبيمشوا. وبيطلب فايوليت من المدرس انها ما تعملش المشروع ولكنه بيرفض، وبتروح تقول لفينش انها موافقه. وبيكون المشروع عباره عن انهم يكتبوا عن اماكن اثريه بعد ما يزوروها، وبتتشرط فايوليت عليه ان هم هيروحوا من غير عربيه وهو بيوافق. وتاني يوم بيروحوا بالعجل للمكان الاثري ولكنه بيطلع مش قد كده، وبتحبط فايوليت، ولكن فينش بيقول لها تبص على الجانب المضيء. وبيقفوا على الصخره، وبتقول لفينش ان اختها كانت هتتم 19 سنه يوم ما لقاها، وبيقول لها فينش ان هو بيحب الجري الصبح بدري علشان كده شافها، وبيروح كل واحد بيته. وبيكونوا بيتكلموا على النت، ولكن بيجي فينش الفايوليت تحت البيت وبيطلب منها انها تيجي معاه، وبيروحوا هما الاثنين لمكان يكتبوا فيها على الجدران. بتكتب فايوليت انها عايزه تكون شجاعه قبل ما تموت، وبتحكي فايوليت عن اختها وبتقول انها لما تموت هتكتب في الخطاب بتاعها انها كانت هنا. وبيقول لها فينش ان دي جمله جميله وانه لو كان قبلها هيكتبها. وبيروحوا. وبتصحى فايوليت تاني يوم وبتعمل الاكل مع ابوها، وبتستغرب امها ان بنتها مزاجها اتحسن وانها ما عملتش كده من ساعه الحادثه بتاعت اختها. وبتروح للمدرسه بتوقفها صاحبتها وبتعتذر ليها انها هتعمل المشروع مع حبيب فايوليت، ولكن فايوليت بتقول لها انها مش زعلانه لانها ما بتحبهوش اصلا. وبتقول لها صاحبتها انها واخده بالها من اللي بيحصل بينها هي وفينش، وانها تاخد بالها منه لانه خطر وبيعمل مشاكل كتير جدا، وان هو تقريبا مجنون. وبتسيبها فايوليت وبتلاقي حجر وسط الحاجات بتاعتها، وبيكون فينش هو اللي حاططها، ولما بيجي يكلمها بتقوله ان اللي بينهم المشروع بتاعهم بس، ولكن بيجي صاحبها وبيطلب من فينش ان هو يسيب فايوليت في حالها، ولكن فينش بيمشي وبيروح للاخصائي بتاعه وبيتكلم معاه، وان الناس بتناديه باسماء هو ما بيحبهاش، ولكن الاخصائي بيقوله على مكان الجلسات الاجتماعيه وبيقوله ان هو هيقدر يتكلم ويقول اللي هو عايزه هناك. وبنروح لتاني يوم، ولما بيصحى ابو فايوليت بيلاقي ان في حد نايم في الجنينه بتاعتهم، وبيكون فينش. وبتطلع فايوليت تصحيه وبتساله هو هنا ليه، وهو بيقول لها ان هو لقى مكان اثري هيقدروا يخلصوا به المشروع بتاعهم ولكنه بعيد ولازم يروحوه بالعربيه، ولكن هي بترفض، ولكنه بيقنعها وبيوعدها ان هو مش هيسوق بسرعه، ولكن امها وابوها بيطلعوا وبيستاذن منهم فينش ان فايوليت تروح معاه، وهم بيوافقوا وبيقولوا ان القرار قرارها هي. وبتروح فايوليت معاه وبتبقى قلقانه جدا، وبتحكي عن الحادثه بتاعتها هي واختها، وبتقول انها ما كانتش سايقه بسرعه ولكن فقدت السيطره مره واحده واتخبطوا بالجسر، وبتقول انها مش فاكره حاجه تاني غير انها صحيت في المستشفى وقالوا لها ان اختها ماتت. وبيمسك فينش ايديها وبيطمنها، وبعد كده بينزلوا في مكان بيكون فيه لعبه واحده هو اللي صنعها بايده وبيركبها فينش، وبيجي دور فايوليت وبتركبها وبتكون مستمتعه جدا، وده بيبان من وشها.
وبعد كده بيركبوا العربية وبيروحوا لمكان تاني، وبيشغل فينش أغاني في العربية وبيكونوا مستمتعين جدا، وبيديها فينش خريطة ومتحدد فيها مكان، وبيقول لها ان هو هياخدها للمكان ده في يوم من الأيام، وبيديها مذكرة علشان تكتب فيها اللي هي عايزاه لأنها بتحب الكتابة جدا، ولكن بتكون سابتها بعد وفاة أختها، وبيقول لها فينش ان هو معجب بيها وأنا كمان. وبتقوى العلاقة اللي بينهم وبيروحوا لأماكن كتيرة جدا وبيقضوا مع بعض وقت كبير، وبتتعرف فيوليت على أصحاب فينش واللي بيكونوا لطفاء جدا معها، ولكن بيغيب فينش من المدرسة أيام وأيام، وبتبعت له فيوليت ولكنه ما بيردش عليها، وبتسأل صاحبه عنه ولكنهم بيقولوا لها إن هو دايما بيختفي أيام وبعد كده بيظهر تاني، ولكنها بتقول لهم إنها بتتضايق من ده. وتاني يوم بتلاقي إن فينش قاعد مع أبوها، ولما بياخدها بره علشان يتكلموا بتزعق له إن هو اختفى عنها وما بتبقاش عايزة تتكلم معاه، ولكنه بيوريها العربية اللي مليانة وردة علشانها وإن هو كان غايب علشان يعمل لها كل ده. وبعد كده بياخدها للبحيرة وبيقول لها ان فيه ولدين غرقوا هنا ومحدش لاقي جثتهم، وان هما ما يعرفوش عمق البحيرة دي قد ايه، وبيقرر فينش ان هو ينزل يعوم فيها، وبترفض فيوليت في الاول ولكنها بتوافق بعد كده طالما فيها مليطة، وبينزلوا المية وبيقضوا وقت ممتع جدا. وبعد كده بيطلعوا وبتسألوا فيوليت عن الحاجة اللي هو خايف منها، وبيرد فينش يقول لها ان هو خايف اخته تسيبه وانها زي امه التانية، وان هو انتقل البلد هنا من فترة فما يعرفش حد، وان هما قريبين من بعض جدا، ولما بتسأله عن العلامة اللي في بطنه بيتهرب منها وبينزل المية، ولكنه بيفضل تحت كتير وبتخاف عليه فيوليت، وبتفضل تنادى عليه ولكنه ما بيردش وبتخاف ليكون غرق زي الاتنين، وبتنزل المية تدور عليه ولكنه بيظهر مرة واحدة وهي بتعاتبه وبتقول له انها كانت خايفة عليه، وبتطلع علشان تمشي ولكنه بيتأسف ليها وان هو ما كانش قاصد، وهي بتسأله هو بيختفي ليه فجأة وانها ما تعرفش حاجة عن حياته، وهو بيقول لها ان ابوه كان عنده اكتئاب حاد وكان بيضربه هو واخته وهم صغيرين، وان هو عنده اضطراب بسبب كده، وان هو ما بيقدرش يتحكم في تركيزه وعقله، وان العلامة اللي في بطنه بسبب ابوه، وبياخدها لمكان تاني واللي بيكون فيه قطرات كتير، وبيغنوا هناك وبيجي عليهم الليل وبينسوا نفسهم خالص، وبيصحوا الصبح وبيركبوا العربية وبيرجعوا بسرعة البيت فيوليت، وبيزعق لها أبوها وأمها على إنها باتت برا وإن هما ما كانوش عارفين يوصلوا ليها خالص، وبيحاول فينش يبرر اللي حصل، ولكن أبو فيوليت بيطلب منه إن هو يمشي، وبيرجع فينش بيته وبيفضل يشيل الملاحظات اللي كان كاتبها على الجدار، وبيصاب بحالة اكتئاب، وبيشيل الهدوم من الدولاب وبيقعد فيه، وبيفضل يكتب ملاحظات كتيرة على الورق، وبعدها بتكون فيوليت في المدرسة وبيكون صاحبها بيتكلم معاها، ولكنها بتقوله إنها مش بتطيقه، وبيجي فينش علشان ياخدها، ولكن صاحبها بيقوله إنها تعاقبت بسبب إنها خرجت معاه وإن هو مجنون، وبتطلب منه فيوليت إن هو يسكت، لكن فينش بيرجع يضربه، وبيتدخل صاحب فينش علشان يفصلهم عن بعض، ولكن فينش بيضربه، وبتزعق فيوليت وبتطلب من فينش إن هو يبطل، وفعلا بيبطل ضرب، وبياخد عربيته وبيروح، وبيفضل يضرب في العربية بسبب اللي هو عمله وإن هو ما كانش في وعيه، ولكنه بياخد العربية وبيطلع تاني من البيت، وبيقول صاحب فينش الفيوليت إن فينش بيصاب بحالة اكتئاب دايما، وإن هو بيعمل حاجات وبيرجع يندم عليها، وإن كل الناس بتسيبه حتى أمه سابته، ولما بتسأله هو ليه ما سابهوش هو كمان بيقولها إن هو صاحبه وإن هو بيحب فينش وإن هو دايما بيعمل الحاجات دي وبيرجع يعتذر تاني، وإن هما لازم يفضلوا جنب الناس اللي بيحبوهم، وبتروح فيوليت لبيت فينش ولكنه ما بيكونش هناك، وبتستقبلها أخته، وبيكون فينش قاعد مع مجموعة بيتكلموا عن مشاكلهم مع الاكتئاب والوساوس القهرية، وبيجي دور فينش واللي بيحكي عن اللي حصل في المدرسة، وبيقول إن هو كان شايف نفسه هو بيتخانق ولكنه مش قادر يوقف ده وبيبقى مغيب عن الواقع، وبنروح لفيوليت واللي بتقول لها كيت وهي تستنى فينش هنا لحد ما يرجع، وبتطلع فيوليت لأوضة فينش وبتلاقيها متكركبة وفي ملاحظات متعلقة في كل مكان، وبيروح فينش لأخته كيت في الشغل واللي بتقوله إن فيوليت مستنياه من فترة طويلة في البيت، ولكنه بيسألها عن أبوهم وإذا كان ليهم ذكريات حلوة معاه، وبيسألها هو ليه كان بيعمل معاه كده، وبتقوله لأنه كان مختل عقليا ومريض نفسي، وبتخاف كيت على أخوها وبتسأله إذا كان كويس ولا لأ، ولكنه بيتصنع إن هو كويس قدامها، وبيرجع فينش البيت وبيلاقي فيوليت مستنياه، ولما بتسأله عن الملاحظات دي بيقول لها إن هو بيحاول يركز وإن دي طريقة الدكتور قال له عليها علشان ما يفقدش تركيزه ويدخل في حالات اكتئاب ويخسر كل اللي حواليه، وبيبدأ يرمي كل حاجة حواليه وبتحاول فيوليت تهديه، ولكنه بيقول لها إنها مش هتفهمه، وبيطلب منها تطلع بره وبيزعق لها كمان، وبيلاقيها سايبه له الحجر اللي كان مديه لها، وبتعدي فترة وبتروح فيوليت عند الجسر وبتبعت لفينش تكلمه، ولكنها بتقابل البريد الصوتي فبتسيب له رسالة وبتطلب منه يرجع وإنها محتاجاه له جدا، وبتروح البيت وبتتكلم مع أبوها وبتحكي له هي اتعرفت على فينش إزاي، إن هو أنقذها من على الجسر وقت ما كانت ناوية تنتحر، وبتقول له إن لما كان فينش معاها كانت أحسن بكتير وإن بسببه قدرت تتخطى موت أختها، وبيقول لها أبوها إنها لازم تلاقيه وإن هم راحوا أماكن كتير مع بعض
وانها تفكر في المكان اللي هو بيحب يروحه، وبتطلع تركب عربية ابوها بعد ما كسرت خوفها من العربيات خلاص، وراحت عند البحيرة اللي وداها فينش هناك، وبتلاقي فعلا عربيته هناك وهدومه على الارض، وبتفضل تنادي عليه ولكنه ما بيردش، وبتفضل تعيط وبتتصل بالاسعاف، وبعدها بيعملوا جنازة لفينش، وبتحضرها فايولت واصحاب فينش واخته وقرايبه، وبتروح فايولت وبتلوم نفسها انها ما كانتش معاه، ولكن امها بتخفف عنها. وبعد فترة بتشوف فايولت الخريطة بتاعت فينش، وبتقرر تروح المكان اللي هو معلم عليه، ولما بتروح بتلاقيه كنيسة، وبتكون كنيسة للناس اللي بتسافر على الطريق ده، وكمان للناس اللي فقدوا روحهم بسبب الحوادث واللي انتحروا. وبتشوف دفتر الضيوف، وبتلاقي ان فينش كاتب الجملة بتاعتها واللي هي انا كنت هنا. وبتتكلم فايولت الفصل عن ان ازاي فينش غيرها للأحسن وخلاها تكسر خوفها من حاجات كتير جدا. وبس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وتشترك في القناة. سلام.